تكنولوجي اللي هي بصح تنصحني مينو، خدم في الانترنت. مينو خدم في الانترنت، لوكيشن ماشي بروبليم في هاد الزمن اللي راني فيه. لوكيشن ماشي بروبليم، كاين دي زافونتاج كي تكون عايش في الامريكان ولا الاوروب ولا بلاد بويسونت، كاين دي زافونتاج بزاف، بس سافو با دير بلي تكون عايش في الجزائر ولا في المغرب ولا ما تقدش توصل للحاجه اللي راك باغيها. تسمى هذيك هذاك تخمام فو تاع زعما تقول لو كان ما نمشيش للاوروب ولا الامريكان ولا زعما ما نوصلش، واش راني باغي ندير؟ هذاك فو. كاتمو والله درت ثري سيلز، طه وزرقي. شوف قال لك صافي كات موا درت 3 سيلز، 3 تاع المبيعات. شوف هذوك 3 تاع المبيعات، الطريقه اللي درت بها 3 تاع المبيعات اناليزيها، اناليزيها بيان وشوف علاش. باسكو كي قديت كي كنت قادر دير 3 تاع المبيعات صافي دير قادر دير 30 مبيعه. هذيك الطريقه تاعك تاع 3 تاع المبيعات اناليزيها وشوف واش خدم، واش راه يخدم، واش ما واش خدم لك كي بعت كي درتها، وعلاش توك الحاجه اللي حبستها من بعت هذوك 3 تاع المبيعات، الحاجه اللي كنت تخدم بيها ومن بعد ما راكش تخدم بيها. انا مانيش عارف الطريقه اللي استعملتها نتايا، بصح اون جينيرال كي تكون تستعمل طريقه وتحقق لك مبيعات وموراها كشغل هذيك الطريقه كشغل ما تجيش تخدم بيها ولا تنقص فيها ولا المهم حاجه تصراها كهذيك الطريقه ما توليش تخدم بيها، ما توليش تحقق مبيعات. صافي دير بلي هذيك الطريقه اللي كنت تخدم بيها كانت خدامه، وشنو هي خصك ديفلوبيها ولا تجي تخدم بيها. هذه هي النصيحه اللي نعطيها لك. سي ديفيسيل نجاوب على السؤال تاعك 100% كي ما عنديش لي ديتاي، لي ديتاي تاع السيتوياسيون تاعك و كال برودوي سي تاعك كي داير، الكامبين تاعك كي دايره، صوالح بزاف. علاش واش تقول سوليسيون ديال مالتيبل اكونت ريدا العراب؟ باسكو على بالي بلي من لا رياكسيون تاع الناس، من لا رياكسيون تاع الناس واحد سقسى لي قال لي علاش ماكش باغي تقول هذيك لا سوليسيون تاع المالتيبل اكونت، باسكو من لا رياكسيون تاع الناس كي هضرت عليها، من لا رياكسيون تاع الناس البيهافير تاع الناس ورالي ديريكتومون بلي هاد الطريقه غادي تخسر، غادي يخسروها. مينو كاين بزاف الطرق، بصح دروك ليميغراسيون الامريكان راها شويه ماشي ديفيسيل شويه، كانت باريزوم كونترا دو ترافاي وهاد الصوالح يبان لي راهم كي جا ترامب هذاك الحاله شويه في ليميغراسيون راها سافا با. بصح كاين بزاف الطرق باش تمشي الامريكان، تمشي الامريكان قادر تمشي ايتوديون، قادر تمشي توريست، قادر تمشي الامريكان. الامريكان هي اسهل دوله باش تروح لها، سورتو زعما الا كنت تدخل في الانترنت غير 1000 دولار ولا 1500 دولار بار موا يعطيوك فيزا تاع 2 زون 10 زون نورمال. نورمال تكون زعما تخدم في الانترنت وتخدم شوبيفاي بار اكزومبل ولا في سي بي، المهم تخدم في الانترنت ادسنس ولا تروح للومباسات تاع الامريكان تدي لهم لي ريليفي تاع لي ريليفي تاع الخدمه تاعك تاع ادسنس ولا ريسكين ولا اي حاجه راك ديرها، ارباح هذوك لي ريليفي بونكار تاع وستر يونيون ولا يعطيوك الفيزا نورمال تاع 2 زون. رضا ماد اوفيس كي شغل كي شغل اوفيس الاوفيس تاعي في الهوم ما هي دو بريفيرونس كي تكون عندك بيرو، البيرو تاعك كي تكون زعما تخدم مليح في الانترنت البيرو تاعك ديره في ما ديرهاش في الهوم. باسكو علاش؟ باسكو كشغل كي تكون في داركم عندك البيرو في داركم شويه
شوية المايند سيت تاعك ما تكونش 100% كونسونتري على الخدمة. كل واحد وكيفاش، بصح الناس تختلف. عندنا النصيح، خاص تكتب ليا خويا اكزاكتومون شحال تعطي الانفلونسر. هذه النظريه تاعك ما تخدمش. علاش ما تخدمش؟ باسكو بريميرمون الانفلونسر، هو الانفلونسر في الانستغرام هو، شوف الميور فاصون وريتها لكم في الكورس من هذوك الفيديو. الميور فاصون لازم لك تاناليزي الانستغرام اكاونت نتاع هذاك الانفلونسر، لازم تاناليزيه. وريت لكم لي لوجيسيال هذوك في الانترنت اللي يعطيك الانجيجمنت، يعطيك كل شيء، يعطيك الاودينس. هذوك لي لوجيسيال غير باش يسهلوا لك الوقت في ساعه. وما في انستغرام كل شيء ديره مانيوال، تشوف دير سكرول داون وتشوف باهم الناس اللي راهم دايرين له فالو، تشوف الكومنت، تشوف البوست كي دايرين، هذوك تشوف كل شيء مانيوال في الانستغرام. لوجيسيال غير تاع انستغرام، هذو لي لوجيسيال كومبلي غير يسهلوا لك، اي ماشي يسهلوا لك، يربحوك الوقت. شغل تكليكي على بوطون يعطيك الانجيجمنت هكا بورسونتاج وكاع، بصح ابار سا كل شيء ديره باطل غراتوي في الانستغرام مانيوال. مولا عندك الوقت لازم تاناليزي لاباج، هي الاولى. لاباج كي تاناليزيها وتشوف البوست والكومنتس والانجيجمنت والفالورز، ومن هما هاد الفالورز، البلاد من جايين هما، تعطيك نظرة على شحال المبلغ اللي تعطيه الانفلونسر باش يدير لك البوست تاعك. سما انفلونسر، سما ماشي بلو نيميرو تاع الفالورز. انفلونسر عنده 10,000 ولا 15,000 فالورز، قادر يكون عنده انجيجمنت كبير بارابور لواحد انفلونسر عنده 50,000 فالورز. هذاك تاع 15,000 دولار، 15,000 فالورز، قادر يطلب لك غالي على تاع 50,000 فالورز، باسكو هو عنده الانجيجمنت. سما نتايا جي رابح كي تخلص شويه غالي هذاك تاع 15,000 وتجيب نتائج، خير ما تخلص هذاك تاع 50,000 50,000 فالورز وما تجيبش نتائج. هذه راها باينه، راه لوجيك. قالك درت ادس ب 3 دولار جابت مبيعه، وكي عاودت الادس ما جابت والو. شوف 3 دولار جابت لك مبيعه، ياك جابت لك مبيعه. دروك ليطاب الزوجه شنو هي؟ ماشي لازم دير 3 دولار، لا لازم لك هذيك المبيعه اللي جابتها لك، الدراهم اللي ربحتهم المبيعه تعاود تحطهم في الكامبين في هذيك الاد. صافي دير في الاولى 3 دولار جابت لك مبيعه، وهذيك المبيعه نقولوا 20 دولار. انت راك عارف بلي 3 دولار جابت لك مبيعه، صافي دير رخيصه 3 دولار جابت لك مبيعه. صافي دير كنت انفستي 20 دولار في الكامبين هذيك، الميم كامبين دير لها دوبليكيت وتانفستي 20 دولار فيها، راك غادي تجيب 5 ولا 6 تاع المبيعات. هذا هو، هذه هي كش تخدم الماركتينغ فيسبوك والادز. كي تشوف بلي مبلغ صغير بزاف حقق لك نتائج، واش لازم لك دير؟ لازم لك ديريكتومون بروفيتي لوكازيون تحط مبلغ كبير، راك فاهم؟ 3 دولار جبت لك مبيعه تاع 20 دولار ولا 15 دولار، صافي دير بلي كون تحط 20 دولار راك تجيب 5 تاع المبيعات وتدخل 100 دولار ولا 200 دولار، ولا تحطيت 200 دولار عاد قادر تدخل 1000 دولار. هذه هي تو سامبلومون الماركتينغ، ما فيهش علم الصاروخ. فارس كامبس، شوف انا نعطيك نصيحه. راح تطرح سؤال تاع لي بانك والبيونير وامازون والرسوم قطع لي تاكس. اي واحد راه باغي يخدم سيريو في الانترنت لازم له اكسبتي
لازم له اكسبتي انه يخلص لي تاكس. راك باغي تروح بعيد في الانترنت والبيزنس اون جينيرال لونغ تيرم، لازم لك تاكسبتي لي تاكس ولازم لك تخدم قانونيا. علاش؟ كي تخدم قانونيا راك غادي تيفيتي لي بروبليم. كي تكون دخل 100 دولار في النهار ما يكونش عندك بزاف لي بروبليم، بصح كي تولي دخل 1000 دولار و2000 دولار و3000 دولار في النهار والناس تولي تعرف باللي انت راك تدخل هذاك المبلغ، صاي هذاك الخبر تاعك راه عند الناس والناس الهضره تمشي ويشوفوك في فلا، قادر يجيبوك في لا تيليفزيون، قادر يجيبوك في اليوتيوب، قادر يجيبوك في صافي دير. كي تكون تخدم خدم قانونية مش كاع الى وليت راك فاهم خبر بيبليك ما يصيبوش انك درت صوالح غير قانونية، زعما ما خلصتش لي طاي، ما خلصتش لي تاكس تاعك ولا غشيت في لا فاصون اللي كنت دير بها البيزنس تاعك ولا. ما خصك تكون انتيليجون، خصك تخمم كيما اليهود، ما تخممش كيما العرب، خمم كيما اليهود. شوف البيزنس، نعطيكم نصيحة، البيزنس كي تجي دير البيزنس ولي جويف في العقلية تاعك، يهودي. اليهود ما يديروش الاخطاء في البيزنس اون جينيرال، ما يديروش الاخطاء بزاف كاع. رماركي في العالم اليهود ما يديروش الاخطاء، ما يديروش صوالح اللي الناس من بعد يعاودوا يتبعوا من موراهم ويصيبوا انهم داروا صوالح صفابا، يعرفوا كيفاش يتمشاو. العرب انت تقول يتمشاو مغمضين عينيهم ما عارفش كاع فين يوطا. خويا عندي عام دراسة دروب شيبين، قررت نبدا مشكلتي وسيلة دفع نبدا سترايب. عام دروب شيبين دراسة، دروب شيبين ما يطلبش عام دراسة منصف 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 بجو. دروب شيبين مالك، دروب شيبين لا بروغراماسيون دروك راها غير 3 موا لا بروغراماسيون. دروب شيبين غير تعرف دروب شيبين راه باين. دروب شيبين علاش دراسة؟ ما تحتاج والو. دروب شيبين شوبيفاي راه عندك بلاتفورم كومبليت فيه الشيء اللي تحتاجه، داروها حردوها سهله لواحد الدرجه. اي انسان يعني رجل الكهف يدخل شوبيفاي نهار يومين يكون قابض كيفاش دروب شيبين يخدم. ما تضيعش الوقت بزاف، عام راك ضيعت وقت بزاف دراسه في دروب شيبين. أرجوك نصحني عندما أجد منتوج أريد أعمل له فيديو محترف ولكن لا أعرف كيف. عبد النور كولا، شوف كاين فايفر في هذوك تاع فيديو برودكشن، يديروا لك فيديو برودكشن. البرودوي تاعك كيفاش دير؟ بار اكزومبل البرودوي تاعك تصيفطه للكاش اي تما في بلادك انت وين عايش. برودوي تاعك شري هذاك البرودوي، وهذاك البرودوي حطه في طابلة ودير واش بيديك هكا، ودير واش كيما اليوتيوب شغل، دير فيديو في اليوتيوب شغل ستيل تاع اليوتيوب شغل برودوي تشرحه واش يدير. من بعد هذيك لا فيديو نتايا ديرها، بيان سور لا فيديو ديرها بواحد ايفون فيه كاميرا مليحة ولا سامسونج جالاكسي ولا كاميرا نورمال. هذيك لا فيديو من بعد تصيفطها نتايا الفايفر، واحد فايفر يدير لك فيديو، يدير لك برودكشن لهذيك الفيديو، يدير لك الايديتينغ لهذيك الفيديو، يدير لك فيها موسيقى مليحه، ويدير لك الكتابه وصوالح. هذا ما كان ماشي غاليه باش دير فيديو، ماشي غاليه كاع رخيصه. شركه بلو سناب، والله ما عنديش اي معلومه على بلو سناب. ما عنديش ام بي اي انا عندي ليسونس في ليسونس في الانرجيتيك و بروغرامر.
1 دولار فولفيلمنت. هذوك 1 دولار فولفيلمنت علاش ملاح؟ باسكو لا بوزيسيون تاعهم في الامريكان مليحه، هما مبازين في كولورادو الله يعلم، كولورادو ولا في ايداهو، ايداهو ولا كولورادو، يبان لي ايداهو البلاصه تاعهم مليحه، تسمى جايه في الوسط، تسمى الشيبينغ شيبينغ شيبينغ يجيهم زعما الناس كي يشريو عليك من الامريكان الشيبينغ في الساعه، باسكو لا بوزيسيون تاعهم جايك شغل في الوسط. إذا استنتجت باللي منتوج اللي يمشي هو تاع حماية البروتاج صح ما يشريوش إذا ما كانش باي بال. شوف باي بال لازم أوبليجي عليك دير باي بال في السيت تاعك، أوبليجي عليك. علاش؟ الباي بال ساهل، الباي بال شغل الباي بال هما اللي يتحملوا المسؤولية تاع، والباي بال شغل ماركة كوني، ماركة شغل الناس حاطين فيها لا كونفيونس هنا في الامريكان. سما اي موقع يقبل باي بال، والباي بال ما تحتاج انك يكون عندك باي بال باش تدخل باش تخلص باش تشري من الموقع. سما كي تكليك على باي ويز باي بال يطلعك لا باج تاع الباي بال، دخل لا كارت تاعك وكاع، ما تحتاج يكون عندك باي بال باش تخلص في الباي بال. سما الباي بال هو اللي كيما نقولوا لا تكنولوجي تاعهم هذيك تاع البايمون خفيفه بزاف على كاع سترايب. تاني مليحه بصح سترايب ما تخدمش في الجزائر والمروك و ما تخدمش في كاع البلدان. وشوبيفاي الجيت واي بي اللي الشركه اللي خدمت لهم البايمنت تاعهم الجيت واي تاعهم شوبيفاي باي هي سترايب. بصح كي تكون تبيع دي برودوي بار اكزومبل، تبيع دي برودوي تاع سكين كير ولا لي برودوي تاع الهيلث كير، شوبيفاي راه غادي يصيفطوا لك ايميل غادي يقولوا لك باللي حنايا لا بونك تاعنا ما تقبلش لي برودوي هادو تاع الهيلث كير والسكين كير اللي ما فايتينش على لي يو اس دي اي هاد لي زادمينستراسيون تاع المراقبه تاع الصحه. واش يقول لك؟ يقول لك لازم تبدل، لازم تدير تختار موين دو بايمون واحد اخرى. هذه هي اون جينيرال تسمى الناس اللي راهم يبيعوا صوالح تاع سكين كير تاع لي بوما تاع الوجه هذوك لي كريم هذوك صوالح تاع الصحه ولا تاع الجلد ولا شوبيفاي طوطار غادي يصيفطوا لك ميساج ويقولوا لك باللي ماشي طوطار تو سان 24 اور 48 اور ابر غادي يصيفطوا لك ميساج يقول لك لازم تبدل، لازم سوا تقلع لي برودوي من السيت سوا تبدل لو موان دو بايمون، خاطر لا بونك اللي يخدموا بها ما باغيش تتحمل المسؤوليه لو كان واحد يشري بومادا ملاشين بالدروب شيبين من شوبيفاي تاعك ويديرها في الوجه تاعه وتخسر له الوجه تاعه، من بعد يدير لا سوت يدخلهم المحكمه شوبيفاي، لا بونك تاع شوبيفاي ماش باغيه تتحمل هذيك المسؤوليه. سما هذه هي علاش باي بال هي الطريقه السهله وصاي دير باي بال وصاي. فارس كامبوس دير حل كونت بونكير في الجزائر بنك الخليج ولا في سوسيتي جينيرال ولا بي ام بي باريبا، حل كونت بونكير، حل كونت بونكير في بنك الخليج، هذاك بنك الخليج بونكا انترناسيونال، بي ام بي باريبا بنك انترناسيونال، سوسيتي جينيرال ثاني بنك انترناسيونال، وخدم بيها. هذه هي لا سوليوشن اللي نعطيها لك تاع البروبليم تاع البيونير اللي راه عندك. مشكل ريتش في صفحه الفيسبوك، ما كانش مشكل ريتش في الفيسبوك، ما كانش مشكل ريتش. فيسبوك فيه 2 مليون 2 مليار عبد، كيش هذه مشكل ريتش؟ زوج ملاير و وقت تطرح لي سؤال تاع الريتش، مشكل تاع الريتش امبو. سما هذه كيستيون غير تفكر فيها غير 5 دقائق غادي تعرف بلي لا كيستيون ما لا كيستيون نورمالمون هذيك لا كيستيون ما تنطرحش كاع.
باسكو الفيسبوك فيه زوج ملاير عبد، والفيسبوك عاطي لك الفيسبوك ادس مانجر، وعاطي لك الاودينس، عاطي لك لي بارامتر اللي تسجلهم باش الادس تاعك توصل للناس، فيميل ميل لارج الانترست، البلاد مين هما لاش تاعهم، ما كانش مشكل ريتش، ما كانش مشكل ريتش اللي يكون يخدم نيشان، ما كانش مشكل ريتش. العرب ما يكليكيوش على الادز، العربي واحد ثاني كاستيون قال لك ودي الخساره بزاف 90% كنستهدف العرب اللي كاينين في اوروبا والامريكان. العربي عنده عقليه انه كي يشوف الادز يخمم بنها الطريقه، يقول لك سما راهم باغيين ني نكليكي على الادز. العربي يخمم باللي هذيك الادز حاجه ماشي مليحه، العربي هذا هو التخمام تاعه، العقليه تاعه حاسب بلي هذيك الاد واحد راه دايرها له زعما باش يشمتها، باش كي كليكي هاكا يشمتها يمشي زعما يخرجها من السيت ولا يشمتها. المهم توجور يخمم في الاد على انها حاجه نيجاتيف. العربي هاك داير زعما راني عاقل، انا ديجا من كنت صغير هاكا فلان نمشي للانترنت كي نشوف الادفرتايزين هاكا دوك البانر في 2003 و 2002 و 2001 كنت نمشي للانترنت سيبر في 2000 في 2000 99 2000 كنت نمشي للسيبر، تشوف هذاك البانر تولي تخمم تقولي راهم باغين زعما يحشيوها لي، زعما باغين يشمتوني هكا. بصح شوت العقليه كي دايره، بصح لو كان كانت عندنا عقليه واحده اخرى، كون كانت عندنا عقليه نتاع تقول هاد سي كوا هاد الاد هنايا علاش راهم دايرينها، وتبحث عليها تكليكي تما ومن بعد تعاود تروح لجوجل وتشيرشي وتكتب زعما علاش الناس دير الاد. راهم غادي يطلعوا لك بزاف الناس كاتبين لك بلي الات هذوك يدخلوا منها الدراهم. بنادم كان راه بدا يخدم في الانترنت في 99 و 2000 بصح بالعقليه تاع العرب باغيين يحشيوها لك، عمرك ما تعرف هذيك الحاجه واش دير، تسمى غير باغيين يحشيوها لك وصايي تقعد تما. هذا ما كان بالعقليه تاع العرب. مصطفى الدومينو السلام عليكم. منصف بجمعة يا أخو أنا حاب ندير منتوج حماية أطفال. منتوج مليح هذا منصف، إيدي شابة بصح فكرة شابة، بصح الفكرة لازم لها إكزيكوسيون. لا ميثود تاع فيسبوك أدز في أندرويد جيمز، الجيمز أون جينيرال كدير في فيسبوك أد راك غادي دير فيديو ديمونستراسيون تاع الجو هذاك، فيديو تاع زعما دقيقه ونص ولا 2 مينوت كيما سترايك، هذيك لا فيديو تاع هذيك الجو تاع سترايك ولا كلاش كاندي كراش ولا فيسبوك. تشوف لي جيم دير غير فيديو دايره كيما اللي راهم يديروها هما ديمونستراسيون تاع الجو، موسيقى مليحه و كاليتي مليحه وصاي. هذه هي الجيم، تسمى هذيك هي البيست واي تو شو بيبل يور جيم، الجيم تاعك واش دير. الا كانت عندك جيم راك فاهم، بصح الا كنت دير جيم غير تاع ريسكين تاع سبام ولا مش عارف هذيك شراهم يقولوا لهم، ما تقدش دير فيديو باسكو راك غادي تفضح روحك. اي في جيد اشمعنى عندي اربيتر عندي صفحه كبيره والريتش طايح بزاف في اللينك. اي في جيد شوف لو بروبليم سي كو بالك نتايا هاد العرب اللي راهم سيتادير الناس العرب اللي راهم عندك في الصفحه البلاد اللي راهم يكليكيو منها الاخر طايح بزاف، الادسنس طايح بزاف كيما في الجزائر الادسنس طايح بزاف
في المغرب الادسنس طايح بزاف، تونس طايح بزاف، في الخليج شوية. منصف منصف، شوف واحد اللي يقول لك جبت 20,000 دولار في 24 ساعة، وقدر هذه تكون صحيحة، صحيحة في أغلب الأحيان تكون صحيحة. علاش؟ بصح خصك تفهم باللي باش هو جاب 20,000 دولار في 24 ساعة. واحد زعما يقول لك ادس فيسبوك ويوري لك زعما باللي جبت 20,000 دولار في 24 ساعة، بصح هو راه يوري لك لي ريزولطا، بصح شحال حط دراهم، شحال انفيست دراهم باش حقق 20,000 دولار في 24 ساعة. خصك تخمم بنها الطريقة، ماشي هو هكا ناض صباح من لورديناتور تاعه دخل 20,000 دولار، هذا راه صافي لونطون هو يخدم، راه انفيست بزاف دراهم في الحاجة اللي راه يخدم فيها باش دخل هذيك 20,000 دولار. فاهم؟ ما تشوفش، ما تبقاش تشوف غير في الريزولطا، الريزولتا راه موراها خدمة، راه موراها انفستيسمون، راه موراها سوايع، راه موراها البحث كبير، راه موراها الريزولتا دايما عندها علاقة بالخدمة اللي تجي قبلها. هكا خصك تخمم الريزولتا، ما تشوفش واحد زعما يقول لك دخلت 100,000 دولار في 24 ساعة وتقولك شراهم يديروا. لا، واه لازم تقولك شراهم يديرو، خاص يوريك زعما، خاص ماشي يوريك، خاص تكون نتايا عارف، خاص تكون عارف باللي 100,000 دولار في 24 ساعة ولا في شهر ولا في شهرين ولا في عام ولا منش عارف، راها جات قبلها خدمة، ماشي غير طاح من السما ودخل 100,000 دولار، راها جات خدمة، راها جات بحث، راها جات انفستيسمون تاع دراهم، فيسبوك ادز، جوجل ادز، يوتيوب ادز، صوالح بزاف. $5، شوف حطيت يونس، حط $5 with a budget $5 in a day I have one sale every day. سما حطيت $5 في 4 أيام جبت ربعة تاع السيلز. هذه اد ناجحة، سما خاصك تزيد، تحط، خاصك انفستي، خاصك تزيد الدراهم في هذيك الخمس، ما تخليهاش غير $5، خاصك دوبليكيها وتزيد الدراهم عليها. خطر تاع حطيت $5 فيسبوك اد، مانيش عارف انا البري تاع البرودوي اللي راك تبيعها شحال، بصح غادي نفرضو بار اكزومبل راك تربح نقولو $10. انت حطيت $5 فيسبوك اد ودرت ربعة تاع المبيعات، كل مبيعات ديت فيها $10 نات، سما $40، سما حطيت $5 وربحت $40 بار اكزومبل، سما انت راك رابح، 400%، راك رابح 400% ولا 800%، ولا مش عارف، راك رابح بزاف، راك رابح اضعاف خمسة، سما راك رابح، واه راك رابح 8 تاع الاضعاف، سما 800%، سما هاد الادز تاعك ناجحة بزاف. سما خاصك تحط الدراهم في الفيسبوك اد، هاديك تاع $5 تقوم فيها تردها $20 وتشوف الا كان مازال هتمشى مليحة، الا تمشيت لك مليحة حط ديريكتوم $80، ولا اذا مازال هتمشى مليحة حط ديريكتوم $300 ولا $400 فيها. حمزة نيسوك، هذه هي الفيسبوك سكانين تاعي، تحط اد صغيره جابت لك المبيعات، كبر البري تاع الدراهم في الاد. هذه هي الاستراتيجي، و جو بونس هذه هي الاستراتيجي قاع تاع الناس. شوف من $5 ل $20
خليها غير كيما راها، ما تبدلش لي بارامتر نتاع الاد تاعك، غير زيد 20 دولار وخلي لي بارامتر غير هما، غير كيما اللي درتها ب5 دولار. وشوف زادوا المبيعات بواحد الدرجة مليحة، زيد طلعها 40 دولار وخلي لي بارامتر غير هما. سما شوف كي توصل لواحد النيفو بلي تشوف المبيعات راهم يتمشاو مليح، سما شوف خاصك توزن ما بين راك تربح بزاف شحال راك تحط وشحال راك تربح. الا كان لا ديفيرونس راها مليحه، لا ديفيرونس كبيره، سما راك تربح بزاف اكثر من اللي تحط. واش تعاود دير؟ كريي اد واحده اخرى، كامبين واحده اخرى، لا ميم كيما هذيك الكامبين الاولى تاعك، وبدا عاود غير ب5 دولار. بصح هذيك الاخرى راها تمشى بلي ميم بارامتر، كي يكونوا الريزولتا راها مليحه بقى غير تحط فيها. بصح في او ميم طون كري كامبين واحده اخرى، جيب لي ميم بارامتر، دير لها لوك لايك، دير هذيك اللوك لايك، دير كل شيء، ومن بعد بدا تبدل لي بارامتر بشويه، دير 5 دولار وبدا تبدل لي بارامتر غير بشويه على الكامبين الاولى، وشوف الريزولتا. تما تمارك غادي تولي تعرف شكون هما اللي راهم يشريو وشكون هما اللي ما راهمش يشريو، وهي ماشية. منصف منصف، شوف واحد، شوف واحد راه يبيع برودوي دروب شيبين ولا فيزيكال برودكت، واحد يبيع كورس ماشي كيف كيف. واحد يبيع كورس الناس اللي يشريو عليه هذوك الناس يحتاجوا هذاك الكورس باش يتعلموا حاجه، تسمى هذوك عندهم دافع كبير على الناس اللي باغيين يشريو فيزيكال برودكت. فيزيكال برودكت قادر تشريه قادر ما تشريش، قادر تحتاجه قادر ما تحتاجهش، قادر تحتاجه بزاف قادر تحتاجه غير شويه. دي فوا تكون غادي تشري حاجه من امازون وتعاود تقول زعما اسكو نحتاج هذه الحاجه ولا ما نحتاجهاش، زعما اورجون، يا من بعد تبان لك بلي ما تحتاجهاش تقدر تعيش بلا بيها. بصح واحد يكون باغي يتعلم بار اكزومبل اي او اس، ياك انا ندير له كورس تاع اي او اس بار اكزومبل، هو راه خاصه كورس تاع اي او اس من الزيرو من الان زد، راه محتاج باش يتعلمه ابليكاسيون كل شيء. من بعد انا نجي ندير له كورس وفيه كاع الشيء هو اللي يحتاجه، وهو راه باغي يتعلم اي او اس بزاف، يشريه ولا ما يشريهش؟ يشريه باسكو راه محتاجه باش يتعلم حاجه يزيدها في حياته، ولا باش يقبض خدمه في اي او اس، ولا باش يخدم لابليكاسيون تاعها، اسم حاجه يحتاجها بزاف كتر من ام بار اكزومبل انت هذا. ها هو هذا كاس في البهاماس منه باش تشرب القهوه، ما تحتاجش هذا الكاس هو لو ميم، تقدر تجيب اي كاس واحد اخر تشرب به القهوه. سي لا فيلوزوفي، هذه هي لا فيلوزوفي تاع ما بين واحد يبيع الكورس وواحد واحد يبيع برودوي. هذاك اللي في انستغرام خلص 1000 دولار وجاب 19000 دولار بكورس تاع 200 دولار ولا مانيش عارف، 200 كورس تاع 200 دولار ولا 300 دولار باش تجيب 20000 دولار، ما تحتاجش بزاف الناس يشريو عليك. 19000 دولار سي ريان، كورس تاع 200 دولار، كورس تاع 200 دولار الا شراو عليك خمسة راك دخلت 1000 دولار، سما 5 في 9 شحال؟ 45. الا شراو عليك 45 واحد راك دخلت 20000 دولار. هذا ما كان سما هذاك الا مشى عند واحد عند انستغرام وعنده 100000 فالورز ولا مانيش عارف، وغير 45 واحد شراو كورس تاع 200 دولار، ما دخل 20000 دولار. هذا ما كان مات ماتيماتيك، حساب حساب. تسمى لي ريزولتا خاص بريك داون، ريزولتا كي تشوف لي نيميرو في الانترنت دير لهم بريك داون، حللهم باش تولي تفهم كيفاش الانترنت راه تمشى.
وين الميت لي كيفاش ندير نرانكي تطبيق لعبة في بلاي ستور. لعبة مبنية على لا كاليتي تاع الجو والكونسيبت تاع الجو. جو لعبة، شوف جو قادر تكون فيه ايكون ماشي مليحة كاع، قادر يكونوا لي زيماج سكرين شوت كاع ماشي مليح، قادر يكون كاع ما يديروش بيبليسيتي، بصح كي يكون عندهم الكونسيبت تاع الجو مليح الناس تلعبه والجو هذا كيبقى يطلع في الرانكينغ. اللي انا قلتها وقلتها عاودتها بزاف، لي جو الجيمينغز الجيمز اون جينيرال، الجيمينغ الجيمين اون جينيرال، جيمين وورلد، اللعب هادو بالكونسيبت تاع الجو. اللعبه وشنو هي لا كاليتي تاع الجو هادي، واش دير اللعبه، اسكو لعبه مليحه قادر نلعبها ونلعبها ونلعبها ونلعبها، ولا لعبه نلعبها غير خطره ونسوبريميها. هذا هو باسكو الجو. شوف اللعب اون جينيرال انت راك تستهدف ناس، انت راك تستهدف بوبولاسيون نتاع الناس اللي يبغيو يلعبوا الالعاب هادو، سيتادير هما عندهم هذيك البيرسوناليتي تاع لي جو، وميم طون راك تستهدف هذوك الناس اللي يحوسوا يعمروا الوقت تاعهم بلي جو، وميم طون راك تستهدف الاطفال وهذوك الناس اللي زعما هذيك هي حياتهم زعما لي جو. كي تكون عندك جو، يكون عندك جو تاعك مليح، جو مليح الكونسيبت مليح، راك غادي تلقى الاهتمام تاع هذيك بوبولاسيون تاع الناس اللي الحياه تاعهم هما الالعاب. و تسمى خصك تعرف خطر بزاف الناس، خطر الناس اللي يلعبوا الجو مقسمين بزاف، تسمى الجو تاعك لازم يكون يتارجيتي وحده من هاد لي بوبولاسيون. حسن عزيز، علاش complicated in Europe to target Facebook audience in USA؟ ماشي كومبليكي، الناس من المغرب والجزائر راهم يديروا التارجت لليونايتد ستيت. الحسن سعيدي لازم تخدم، لازم لك شوف سي بي ا، لازم لك اوبليجي تخدم باللوجيسيال تاع كيما الفاليوم ولا ولا كش يقولوا له بروسبكت ولا كاين بزاف لي لوجيسيال. المهم فاليوم هذاك راه مشهور، ثرايف كاين واحد لوجيسيال يقولوا له ثرايف، ثرايف هذاك ثاني مليح. في سي بي ا لازم تخدم لازم دير تراكين لي ليان تاعك وكاع، باسكو هذوك الشركات تاع سي بي ا يخونوا بزاف، يخونوا بزاف الناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برولي رويش اللي تبدا دروب شيبين باش نصحني. شوف باش ننصحك انك تفرج لي فيديو، تقرا على الدروب شيبين غير واحد شويه، تفرج لي فيديو شوف كيفاش الناس راه دير دروب شيبين. بار اكزومبل بيلا راه يدير هذاك، راه داير هذاك الكورس تاعه غراتوي، ياك تبع الكورس تاع بيلا غراتوي راه بدا فيه، تبع راه داير جايبه ايطاب باري ايطاب. انا الكورس تاعي درته بالدراهم، الكورس تاعي راه بالدراهم، بصح انت ما تحتاجش تخلص الكورس تاعي، الا راك باغي ما تخلص الكورس تاعي ما تخلصش، كاين بيلال راه داير كورس باطل. تبع الكورس تاع بيلال غادي تفهم دروب شيبينغ كيفاش يتمشى، خاطر الا ما تعرفش كاع دروب شيبينغ كيفاش يتمشى كاع نهائيا، الناس اللي راهم يسقسيو لي كاستيون
مسخسينو دي كيستيون على الدروب شيبين، زعما حاجه في الدروب شيبين، هذوك ديجا راهم يخدموا الدروب شيبين شويه، سما انت هذيك الاجوبه ما راهمش غادي يفيدوك بزاف. موصف موصف جماعة، الله أعلم، أنجلتر إنجلند والله ما على بالي. الأربيتراج أون جينيرال بون، الأدسنس الأدسنس الأربيتراج والأدسنس، ثم الناس تكليكي في البلوك تاعك ولا في الابليكاسيون تاعك، وانت تدي كوميشن، هذا هو الادسنس. لارك باغي تعلم الادسنس نيشان، لارك باغي تعلم شي نيشان، تتعلم بزاف صوالح في الادسنس. حسام زاوي عنده جروب اسمه الجيريان ماركترز، يحط فيه بزاف الصوالح تاع الاربيتراج والادسنس وكاع. حسام يخدم مركز مليح في الادسنس والاربيتراج، تسمى هو يقدر يعطيك دي ريبونس على صوالح انا مالك ما نعرفهمش، تسمى نتايا تقدر تستفاد من حسام بزاف في الاربيتراج كتر من اللي تستفاد مني في الاربيتراج. اي في جيد، عندي لي سيت تاعي، عندي لي سيت تاع شغل لي زابليكاسيون، لي سيت تاعي نتاع فيهم الادسنس، على هذه هي الاكسبيريونس تاعي مع الادسنس. عندي لي سيت داير فيهم ادسنس، ومن هذوك لي سيت كاين واحد لي سيت نتاع سبيسيالمون تاع الاخر تاع الفايرال وهذاك الاخر، بصح ما انا ما مكونسونتريش عليهم بزاف، بصح عندي هذوك لي سيت. هذه هي الاكسبيريونس تاعي، الا راك تقصيني الاكسبيريونس تاع الاربيتراج. الخليفه بابا واه تاع نشوف خليفه قال لك شي يمكن تشارك معنا بدايتك في مجال التسويق الالكتروني. بون كيما اي واحد، شوف كيما اي واحد تكون في الانترنت تلقى تشوف ارتيكل ولا تشوف انسان ولا تشوف تدخل لي جروب فيسبوك تسمعهم يهضروا على انترنت، ومن بعد تبقى تشارشي عليها. كيما هكا نصرالي كنت في انترنت دخلت شت زعما كنت بغيت نشوف هكا سيتادير ناس يهضروا على انترنت وكاع، من بعد دخلت غير بشويه بديت نقرا. في الاول ثاني ما كنتش ندخل في الاول والو، كنت نخدم هكا زعما في الانترنت ما ندخل والو، بديت ثاني بديت بلي بلوغ ووردبريس ادسنس هكا، بديت ثاني بديت غير كيما هكا، بديت كاع في الاول بديت ببلوغر ووردبريس، هذاك wordpress.com سيت تاعك كاتبين لك زعما الاسم تاعك .wordpress.com، ومن بعد عاود كي دخلت دراهم شريت درت دخل شريت سيت درت هوست و انستاليت فيه الووردبريس.org،
وشريت البلاجينز والتام، وفي الاول ما شريتهمش، في الاول درت غير هذوك البلاجينز تاع باطل والتام هذاك تاع غراتوي اللي جو مع الووردبريس، وهي ماشيه تبدا كيما هكا. هذه هي ليفوليسيون تاع ليفوليسيون تاع الخدمه في الانترنت. المهم الاخوان، كاين بزاف الاسئله راهم هنايا، راني مجاوب عليهم بزاف في اللايف اللي فاتوا. الناس اللي راهم عاده جدد هنايا ولا ولا ما شافوش اللايف لي لايف اللي درتهم اللي راهم في لاباج، دير سكرول داون راك غادي تلقى بزاف اللايف، بزاف لي كاستيون هنايا راني مجاوب عليهم في الكورس، بصح معظم لي كاستيون راني مجاوب عليهم في لي لايف باش ما نبقاوش نعاودو لهم دائما. كي يكمل هاد اللايف روح تفرج لي لايف الاخرين، غادي تلقى تلقى لي كيستيون بزاف تاع الناس انا مجاوب عليهم، تاع الانستغرام انفلونسرز. هذه الشهر هذا اللي فات ديجا مي كنت ندير الكورس كنت ندير لي لايف الشهر اللي فات، وهذه دو موا فاتت ولا كنت ندير لايف، كنت نهضر بزاف غير على انستغرام والانفلونسرز وهاد الصوالح. راهم كاينين لي لايف تما. Do you make content by yourself؟ رشيد البرطة، سا ديبون سا ديبون، دي فوا ندير الكونتنت انا نعرف نكتب لي الكونتنت تاعي، الكونتنت تاعي نعرف نكتبه، بصح دي فوا مين ما يكونش عندي الوقت نخلص. كاين وحدة في كاليفورنيا نخدم معاها، نخلصها بالكوطا وتكتب لي ديريكتومون 100 ارتيكل ولا 90 ارتيكل هكا. كيما كي بار اكزومبل كي نكون غادي بار اكزومبل دير سيت جديد يهضر بار اكزومبل على سوجي زعما في الاربيتراج، يهضر على سوجي معين، نيتش هكا معين، نعيط لها تكتب لي 100 ارتيكل ديريكتومون ونبوبليه في نهار في هذاك السيت. تسمى يكون عندي 100 ارتيكل في هذاك السيت ديريكتومون من النهار الاول. تسمى كي ندير فيسبوك ادز ولا واحد يجي يدخل السيت تاعي يلقى 100 ارتيكل، تسمى يلقى واش يقرا. ومهم طون نعاود من تما نعاود نشوف الا كان السيت هذاك ناجح شويه، نعاود نزيد نقول هاد كتب لي 100 ارتيكل واحد اخر، وهذوك ال 100 ارتيكل نعاود نزيدهم ندخلهم في السيت، تسمى يولي 200 ارتيكل. بصح كلشي مبني على النيتش هذاك، واش اسكو هذاك النيتش هذاك بوبيلار ولا ماشي بوبيلار ولا مهم. السلام عليكم اخوان، اي هاف تو جو. ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله ندير لايف. رمضان راه جاي ان شاء الله، لا سيمين بروشين ان شاء الله. في رمضان ان شاء الله راني غادي نكون بلوز اكتيف على اللي راني فيه دروك هاد الشهر، باسكو في رمضان صوالح بزاف غادي نكون موان اوكوبي، سما نقدر ندير لايف بزاف لايف ولي فيديو في الكورس. بعدا في الكورس الناس اللي شراو عليا الكورس نزيد ان شاء الله ندير فيديو ولا زوج ان شاء الله في رمضان ولا ثلاثه، سا ديبون. ندير فيديو من تكون عندي حاجه نقدر نزيدها، حاجه فيها فائده، ما نديرش انا لي فيديو غير باش نعمر الفراغ. بون فوالا، هذه هي. الاسبوع القادم ان شاء الله نديرو ان شاء الله لايف واحد اخر. واش نقول لكم جماعه، رمضان مبارك، الاربعاء الجاي ان شاء الله رمضان، رمضان مبارك والله يغفر لنا ويغفر لكم. المهم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.